دور المكتبة الوسائطية في إشعاع الثقافة بمدينة فاس. لا يخفى علينا وعليكم أن مدينة فاس هي العاصمة العلمية والروحية للمملكة. لهذا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج هل تعلم، دائما مباشرة من فاس نيوز. نستقبل اليوم ولمرة أخرى أستاذ دريس الوغيش كعضو في المكتبة الوسائطية بمدينة فاس. أهلا وسهلا بك أستاذ. أهلا بك أستاذ. ممكن أنك تعطينا تعريف على المكتبة الوسائطية؟ أولا الإشارة، فأنا أمثل الكاتب العام لجمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس لافيات. هناك مكتبتين وسائطيتين، المكتبة الوسائطية البلدية والمكتبة الوسائطية التابعة لدار الثقافة. نحن نشتغل في جمعية داخل دار الثقافة، جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية لمدينة أصدقاء المكتبة جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية بفاس. نعم، إذا ممكن تقربنا أكثر من هذا العمل ديال المكتبة الوسائطية؟ يعني بزاف الناس ما تيفهموهاش، وهذا المصطلح عندهم تيبقى يعني ما نفهمش. هي كباقي الجمعيات الثقافية الجادة في مدينة فاس. نعم. الهدف الأساسي هو ترويج الكتاب. نعم. التشجيع على القراءة، دعم الأقلام الشابة من خلال شعراء على الطريق. نعم. كيف يتم هذا الدعم؟ من خلال مسابقة، يعني نحن في الموسم الثالث أعتقد شعراء على الطريق. نعم. هذه على شكل مسابقة بالنسبة للشعراء الشباب الذين هم في الطريق، ونقوم بإجراء مسابقة بالنسبة للأقلام الجادة. نعم. وهناك شاعر، يعني هو بنو أو لا نقول بنو، يعني من حيث التبني، عبد المنعم الرزقي، هو شاعر جميل جدا، ولأصدقاء جمعية أصدقاء المكتبة الوسائطية الشرف أنها اكتشفت مثل هذه الأقلام التي أتنبأ لها شخصيا بمستقبل واعد في مجال كتابة الشعر. نعم. إذا هل هذه الجمعية أو المكتبة تحظى بواحد الدعم؟ لا أعرف، إن كان دعما شعبيا فهي تحظى بالدعم، إن كان دعما آخر فالمسألة، يعني دعم الجمعيات يحتاج إلى نقاش طويل في هذا المجال. إذا النص أنه ليس هناك دعم لحد الآن، لأن نحن في السنة الأولى من إنشاء. نعم. الجمعية، وبالتالي فنتمنى خيرا مما هو آت من المستقبل، لكن هناك أيضا لا ننكر أن هناك تعاون من المندوبية الإقليمية لوزارة الثقافة. نعم. ولكن يعني نعتمد أساسا على تعاون معنوي أم مادي؟ تعاون لا نستطيع أن نقول ماديا حتى لا نصاب بالغرور. نعم. ولكن هو تعاون يعني معنوي أكثر منه مادي. نعم. إذا ما هي الإنجازات التي تطمحون إلى تحقيقها؟ كنت أود أن تسألينني عن الأنشطة التي قمنا بها خلال السنة الفارطة. نعم. لأننا يعني لم نبدأ في العمل إلا مع نهاية شهر مارس، ولكن مع ذلك حققنا إنجازا، يعني حقق إشعاعا كبيرا على مستوى المدينة. مثلا استضفنا بعض الأسماء البارزة في مجال النقد، أذكر هنا عبد الملك أشهبون، الدكتور عبد الملك أشهبون، وهو معروف على مستوى العالم العربي المتخصص في السرديات. استقبلنا أيضا الدكتور الوهابي، السمو عبد الوهابي. نعم. الذي هو أيضا ناقد. نعم. استقبلنا أيضا علي الواحدي، متخصص في التاريخ. استقبلنا أيضا الأنثروبولوجي عبد القادر المحمدي. نعم. يعني هناك تنوع في الأنشطة الجمعية، لا نقتصر فقط على نوع محدد، ولكن حاولنا أن
ننفتح على جميع المجالات كما قلت لك، التاريخ، الأنثروبولوجيا، النقد، الشعر إلى غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك قمنا بالملتقى، ملتقى المغرب الشعري الأول، وحقق إشعاعا كبيرا على مستوى، هو ملتقى وطني يعني شارك فيه مجموعة من الأسماء يعني من تطوان، من قرسيف، من مكناس، يعني مجموعة من المدن المغربية. نعم. والأسماء والشاعرات من مختلف المدن، وكانت قراءة شعرية في الفضاء الطلق في جنان سبيل. نعم. ربما أعتقد أنه يعني الجمعية الوحيدة اللي استطاعت أن تحمل القصيدة إلى جنان سبيل وتعيد إلى جنان سبيل الروح الشعرية، لأنه نحن لا نعرف بالتحديد يعني التاريخ الشعري يعني علاقة الشعر بجنان سبيل، ولكن الأغلبية ديال مثلا القصائد محمد الحلوي كان حسب ما قيل لأنه كان يقيم أو يلقي قراءات شعرية في جنان سبيل. نعم. وجاءت يعني جمعية أصدقاء المكتبة الوسطية لتحيي هذا ولتنقل القصيدة إلى جنان سبيل، بدل أن يتغنى الشعراء من بيوتهم بجنان سبيل أصبحوا يذهبون إلى عين المكان، عين المكان ليلقوا قصائد تحت. نعم. أشجاره التاريخية الوارفة. نعم. إذن إلى أي حد استطعتم أن تلعبوا دورا مهما في إشعاع الثقافة بمدينة فاس؟ أعتقد من جانبنا وفق الإمكانيات، يعني ربما تحدينا إمكانياتنا بإمكانيات محدودة جدا وبتضحيات، ومن هنا كنشكر الطاقم ديال أعضاء الجمعية السي عبد الحق، الدكتور عبد الحق التكمانتي اللي هو أيضا شاعر وناقد، أيضا اللي هو الرئيس نائب الرئيس اللي هو الأستاذ إبراهيم الديب، أيضا شاعر وقاص السي منير الحجوجي، السي إدريس الطالب، السي نجية حلمي أيضا حتى هي شاعرة، يعني الأغلبية ديال أغلبية أعضاء جمعية أصدقاء المكتب الوسائطي هم إما جمعويون بالأساس أو مبدعون داخل المشهد الثقافي، وبالتالي فلا نجد صعوبة في التعامل مع المشهد الثقافي داخل المدينة أو خارج المدينة، وأيضا نمثل الجمعية في مجموعة من تأطير القراءات الشعرية في المؤسسات التعليمية وفي مجالات أخرى. نعم. إذن ما هي المشاكل التي استعرت السبيل إلى تحقيق كل هذه الأهداف النبيلة في سبيل الثقافة؟ هناك المشكل الأساسي هو مشكل الدعم، لأنه لا يمكن أن تتحرك في مجالين وتعتمد دائما على مجهودات شخصية. نعم أكيد. يعني الدعم المادي يقف دائما حجر عثرة أمام الكثير. نعم. من هناك أفكار كثيرة، ولكن لتحقيقها يجب أن يكون هناك دعم. نعم. ونتمنى من الجهات المسؤولة أن تلتفت إلى هذه الجمعيات الجادة وتدعمها. نعم. ماديا ومعنويا، لأنها تقوم بدور كبير في الإشعاع. نعم. الثقافي والتربوي، وخصوص داخل في أوساط الناشئة التي تحتاج إلى مادية المساعدة. نعم. من أجل إشعاع أكبر. إذن ومن هنا كنوجه رسالتنا للجهات المسؤولة أن يعني تعطي الدعم لهذه الجمعيات. أكيد. لأنه فعلا لها أهداف نبيلة. أكيد. وهي لا تضر الرأي العام بشيء بصفة هي تفيد ولا تضر، لأن هي مجهودات فردية. نعم. هم يخصصون أوقاتهم في ظل زحمة الحياة، يعني الأوقات التي تخصصها للجمعية فهي يعني تستقطع من العائلة، من أوقات الأطفال، من أوقات مجموعة من الأشياء على حسب مجموعة من الأشياء، ولكن نحاول أن نجد معادلات. نعم. بشكل أو بآخر. وأنا أتمنى بعد بث الحلقة أن حتى الناس اللي ما منخرطينش في الجمعيات وعندهم ولو 0.001 باش أنه يعاونوا الجمعيات ينخرطوا فيهم، لأنه هذا دور فعال في المجتمع. إذن أستاذ، شنو هي الضوابط اللي كتأثر الجمعية ديالكم أكثر؟ الضوابط هي ضوابط إبداعية بدرجة أولى. نعم. ضوابط أخلاقية. أكيد. نحن هدفنا يعني هو تنشئة الشباب، لأنه كلما مال الشباب إلى القراءة وإلى الكتابة أكثر، كلما قلت مجموعة من الأشياء التي تضر. نعم. بالجسم المجتمعي، وبخصوص في ظل يعني طغيان
وسائل أخرى، الإنترنت الذي لا يعني له وجهان، يعني قد يضر قد ينفع. سيف ذو حدين. نحن نحاول أن نبرز الوجه الإيجابي لهذه الأشياء، ولي أن يكون يعني الشباب يتجه نحو ما يفيده، ما يفيد هذا البلد السعيد. نعم. الذي نتمنى له كل خير، ونعمل من أجل ترقيته وترقية شبابه نحو الأفضل. نعم. بطبيعة الحال. إذن أستاذ، ما هي رسالتك للمبدعين والأطر الجمعوية والجهات المسؤولة والمجتمع بصفة عامة؟ أعتقد أن يعني حينما نتحدث عن العمل الجمعوي نتحدث عن الجماعة، والله سبحانه وتعالى يعني نحن دائما نقول يد الله مع الجماعة. نعم. وتعاونوا بالبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنتعاون من أجل مستقبل هذا الشباب حتى لا يضع في زحمة الإعلام الجديد الذي بعض الشباب يستغلون الجانب السلبي منه أكثر من الجانب الإيجابي. نعم. والشباب يعني أحيانا نحمله ما لا طاقة له به، أحيانا يحتاج إلى من يمد له اليد ليأخذ الطريق الصحيح. أكيد. نحن دائما نلقي اللوم بالشباب، نقوم بواجبنا نحن تجاه هذا الشباب، ومن ثم نحاسبه على ما قام به في الأخير. نعم. ولكن أن نتركه في ظل زحمة هذا الكم الهائل من وسائل الإعلام، الإنترنت، الإنستغرام، الفيسبوك، تويتر، يعني أن نأخذ بيده إلى بر الأمان سالما حتى يصل إلى مرحلة النضج. نعم. ومن ثم يكون قادرا على السباحة لوحده. نعم. في زحمته الحياة التي تزداد تعقيدا يوما بعد يوم في ظل ما نراه في عالم يتطور بسرعة الضوء. نعم. أكيد. فالشباب هما عبارة عن العمود الفقري لأي مجتمع ولأي أكيد. أمة، وكذلك الأمم وأخلاقهم إن ضاع الضوء. إذن كنتمنى لكم فرجة ممتعة، إلى موعد آخر.